بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من جديد، ونستأنف مع موضوع آخر. طبعا كنا قد توقفنا في آخر مرة مع لوفوكابيلير، طبعا رأينا بعض المصطلحات، هنا طبعا لا بأس أن نرى بعض الجمل كما عندنا هنا لفخاز. إذن عندنا جمل نبخنو بايزون لا بخمية فخاز أن غارسو فيا دو بلونجي، أن غارسو فيا دو بلونجي. كما تلاحظون غنستعملوا في هاد الجمل غنستعملوا لو فيرب فينيغ. طبعا كما تنعرفوا بان لو فيرب فينيغ يعني فعل جاء. طبعا ذكرنا في المسابق بان فينيغ يعني فعل جاء او اتى، ثم راينا فعل اخر يعني كما نقول بانه مشتق منه، كما نقول بانه فعل مشتق منه غوفينيغ، لو فيرب غوفينيغ فعل عاده يعني أنه ذهب ثم عاد. هنا سنتحدث عن لو فيرب فينيغ ولكن ليس بالمعنى ديال جاء، ولكن بالمعنى ديال أن هذا الفعل سيأتي كمساعد. ici nous allons parler d'un verbe semi auxiliaire. إذن هنا سنتحدث عن فعل كما نقول نصف مساعد. طبعا كما ذكرنا في حالات عديدة بأن لو فيرب ألي أيضا ممكن أنه يأتي ليلعب مثل هذا الدور عندما نتحدث عن لو فيتور بروش. مثلا نقول جوفي سورتير، انا ساخرج قريبا بعد دقائق مثلا. اذا سنتحدث عن لو فيتور بروش. لو فيتور بروش اننا نستعمل فيه لو فيرب الي كوم فيرب سومي اوكسيليير فيما يخص طبعا لو باسي ريسون، يعني كما نقول الماضي جديد. كما نتكلم عن ماضي جديد، إذا نتكلم عن ماضي حدث قبل قليل، لو أنه تأخر لكان يحدث الآن في الحاضر. إذا طبعا عند التعبير عن هذا الماضي القريب طبعا نستعمل لو فيرب فينيغ. إذا عندنا هنا أن غارسو فيا دو بلونجي، إذا نتكلم عن طفل صغير فيا دو بلونجي، كما نقول أنه غطس قبل قليل. يلا غطس كما تنقولوا، يلا غطس فيا دو بلونجي. اذا طبعا عندنا هنا بعض الجمل التي تاتي على هذا المنوال. نبخونو باغ اكزومبل ميشيل فيا دو طومبي دون لو، ميشيل فيا دو طومبي دون لو. اذا طبعا هنا عندنا لو فيرب فينيغ هو فقط مساعد، لان المستهدف هنا هو ان نتحدث عن لو فيرب طومبي. كما عندنا هنا المستهدف هنا هو ان نتحدث عن لو فيرب بلونجي. ان غارسون فيا دو بلونجي، ان غارسون فيا دو بلونجي. او نقول مثلا جو فيا دو بلونجي، انا غطست قبل قليل. ميشيل فيا دو طومبي دون لو، اذا ميشيل انه سقط قبل قليل في الماء. إيل كخي هو يصرخ. اون لو فيرب كريي كونجيغي او بريزون. باكونتر ايسي اون لو فيرب طومبي كونجيغي او باسي ريسون. Au passé récent. De la même façon, ici, on a le verbe plonger conjugué au passé récent. دائما نتحدث عن الصيغة venir de. Venir de. ثم نذكر الفعل à l'infinitif. كما عندنا هنا venir de tomber. Venir de tomber. Michel vient de tomber dans l'eau. Dans l'eau. Il crie. ثم عندنا il vient de avaler de l'eau. Eden, il vient d'avaler. Il vient d'avaler de l'eau. Il vient d'avaler de l'eau. Eden, هو ابتلع قبل قليل من الماء. Eden, عندنا il crache. Il crache. انه يحاول اخراج ما ابتلعه من الماء. Il crache. طبعا عندنا le verbe cracher. ثم عندنا طبعا من ضمن الجمل التي سنذكرها هنا il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. il ne faut pas rester trop longtemps au soleil. اذا il ne faut pas، طبعا عندنا هنا لوفير فالوار، هنا لوفير فالوار كونجيي او بريزون. il ne faut pas، او نقول مثلا il faut يتوجب. il ne faut pas لا يتوجب. il faut rester trop longtemps au soleil، يجب البقاء لمدة طويلة
أو لمدة جي طويلة أو سولاري في الشمس. هنا عندنا طبعا لا نيغاسيون، هنا عندنا لا نيغاسيون. إيل نو فو با، لا يتوجب. ريستي، البقاء. طرو لونتون، يعني لمدة طويلة أكثر. أو سولاي في الشمس. أو نقول مثلا إيل نو فو با ريستي طرو لونتون دون لو يعني في الماء. أو بيان إيل نو فو با ريستي طرو لونتون سو لا بلوي تحت المطر. سو لا بلوي تحت المطر. لا يتوجب البقاء لمدة جد طويلة سو لا بلوي تحت المطر. إذا طبعا عندنا الصيغة ديال الجملة، ثم يمكن أننا نغير فيها حسب الحاجة. إذا كما قلنا il ne faut pas rester trop longtemps au soleil، il ne faut pas rester trop longtemps dans l'eau، il ne faut pas rester trop longtemps sous la pluie. Une autre phrase, comme nous le voyons, il saute pour attraper le ballon. Il saute pour attraper le ballon. Et de nouveau, يقفز. Bien sûr, ici, on a le verbe sauter conjugué au présent. Je saute, tu sautes, il saute, nous sautons, vous sautez, il saute. عند في الاخر طبعا ENT، نتكلم على الجمع. إذا هنا il saute، نتكلم على المفرد هنا. هذا الشكل في المفرد تنطق مثلها مثل il saute عندما نتحدث عن الجمع، وعندما يأخذ لو فيرب صوتي او ان تي الف. طبعا في الكتابة نعرف بأنه جمع، لكن عند النطق أنه ينطق كما لو أن الفعل يصرف مع il في المفرد في الغائب. إذا عندنا هنا il saute هو يقفز pour attraper le ballon لكي يقبض الكرة، كما نقول لكي يقبض الكرة. Il saute pour attraper le ballon. هنا عندنا القضية غنركزو على pour، كما سنلاحظ غنتحدثو هنا على pour، من أجل أو لكي. إذا هو يقوم بواحد الفعل من أجل واحد الفعل آخر، من أجل واحد الهدف معين، من أجل واحد الغرض أو من أجل واحد الهدف معين. Il saute، إذا لماذا هو يقفز؟ pour attraper le ballon، لكي يقبض الكرة. ثم عندنا بيير سو بونش، إذا بيير أنه ينحني. بور كيل غيزون، لأي هدف. بور بلونجي، لكي يغطس. إذا هو ينحني لكي يرتمي وينغمس في الماء. بيير سو بونش، طبعا عندنا هنا لو فيرب سو بونشي، أون لو فيرب سو بونشي كونجيغي أو بخيزون. Pierre se penche pour plonger. Pour plonger, les clients ramissent ça, le mer. Ensuite, on a Michel ouvre la bouche pour crier. Michel ouvre la bouche pour crier. Pour crier. Et donc, Michel, on a ouvert la femme, les ayez hedef pour crier. Les clients yastrocha. Et donc, on a ouvert la femme, les clients yastrocha. Michel ouvre. On a ici le verbe ouvrir conjugué au présent. Michel ouvre la bouche pour crier. Pour crier. Thomas, Jeanne s'allonge sur le sable. Pour quelle raison? Pour prendre un bain de soleil. Jeanne s'allonge. Et dans Jeanne, elle a été médite. Comme on a dit, elle a été médite. Elle a le verbe s'allonger. On a le verbe s'allonger. Conjugué de la même façon au présent. Jeanne s'allonge. Jeanne s'allonge sur le sable. Iden Jeanne annahu yatamaddad fawqa ar-raml pour prendre likay ya'khudha, hada huwa al-hadaf, un bain de soleil, likay ya'khudha hammama shamsin, likay ya'khudha hammam shams. Iden al-insan li ta'arrad nafsu al-shams tab'an باش يتبرونزا مثلا الى غير ذلك، اذا هنا يسمى بانه حمام شمس. اذا نقول عنه بانه حمام شمسين. اي اوفا اون بيير برون لا سيرفييت بور سيسويي. بيير برون لا سيرفييت بور سيسويي. اذا بيير انه ياخذ الفوطه، لا سيرفييت انه تياخذ الفوطه بور سيسويي لكي يمسح. ومن مثلا كلمات اسوي غلاس،
تجم لو فيرب اسويي، اسويي يعني انك تجفف الماء مثلا. اذا عندنا هاد التعابير كما ذكرنا قبل قليل، هنا مثلا نتحدث عن لو فيرنيغ كما ذكرنا، فيان دو يعني انه قام بشيء قبل قليل، فيا دو بلونجي انه غطس قبل قليل. ثم عندنا هنا il ne faut pas rester trop longtemps au soleil dans l'eau sous la pluie. ثم عندنا il saute pour attraper le ballon. Pierre se penche pour plonger. Michel ouvre la bouche pour crier. Jean s'allonge sur le sable pour prendre un bain de soleil. Thomas, Pierre prend la serviette pour s'essuyer. ثم عندنا بعض الكلمات بهاد أن، أن مثلا il lance le ballon، إذا هو يقذف الكرة. عندنا لو فيرب لونسي كما تلاحظوا أنه يكتب أن، ثم il mange طبعا لو فيرب مانجي أيضا يكتب أن، il est grand هو كبير، إذا طبعا grand أو بيا غروند في حالة المؤنث أنها تكتب أن، des oiseaux blancs إذا نتكلم عن طيور بيضاء أنها تتضمن أن كما ذكرنا فيما سبق. ثم عندنا كلمات بأن، il est content، il est content إذا هو فرح، أو نقول في حالة المؤنث elle est contente نضيف أ هنا، elle est contente نضيف أ الخاصة بالتأنيث. ثم عندنا la tente إذا نتكلم عن القيطون أو نتكلم عن الخيمة إلى غير ذلك، تسمى la tente الخزانة مثلا، الخزانة نقول عنها la tente. على عكس tente أ، عندما تكون عندنا la tente أ هنا إذا نتكلم عن الخالة. ثم عندنا il prend، bien sûr c'est le verbe prendre conjugué au présent، c'est le verbe prendre conjugué au présent. إذا نقول je prends، tu prends، il prend، nous prenons، vous prenez، ils prennent، ils prennent، إذا هم يأخذون. إذا il prend هو يأخذ. طبعا عندنا أيضا كلمات ب أن ثم ب أن، إذا نقول مثلا il se penche، طبعا le verbe se pencher أنه يكتب أن، en avant أنه ينحني، هو ينحني، en avant إلى الأمام. طبعا كلمة avant كما تلاحظوا أنها تكتب أن. ثم عندنا الفرق بين هاد أ، هذه ديال avoir طبعا، نقول j'ai، tu as، ثم نقول il a، هذيك il a الصرف ديال avoir مع il a تكتب بهذا الشكل. أما هاد أ هذه c'est une préposition، أ هذه c'est une préposition، إذا نتكلم عن حرف. نقول مثلا je vais à l'école، هذا ماشي فعل، هذا حرف، هذا حرف جر كما نقول أنا أذهب إلى المدرسة. طبعا هي ما تجيش دائما بمعنى إلى، نقول مثلا à l'instar de، على ضوء كذا، على ضوء كذا مثلا. إذا ممكن أن هاد أ اللي عند أكسو طبعا أنها تأتي في عدة عبارات وتأخذ معاني أخرى بالمقارنة طبعا باللغة العربية. ثم عندنا اس الخاصة بالبلوريال، اس دي بلوريال، عندما نتحدث عن الجمع طبعا نضيف اس، مثلا نقول هنا لي طونت، طبعا أكيد سنضيف اس هنا. عندما نتحدث عن لي طونت كما نقول الخيمات أو الخيام سنضيف اس الخاصة بالجمع. ديكتي كما نقول نقل، لونفون سو بونش، إذا كما عندنا هنا مثلا لونفون سو بونش à la fenêtre، إذا عندنا à la fenêtre، إذا عندنا هاد أ c'est une préposition، هذا حرف، هذا l'enfant se penche، l'enfant se penche، إذا الطفل أنه ينحني à la fenêtre، بالنافذة كما نقول أو في النافذة à la fenêtre. ثم عندنا ميشيل est grand، ميشيل est grand، إذا ميشيل هو كبير. روني lance le ballon en avant، روني lance le ballon en avant، إذا غوني أنه يرمي. طبعا عندنا لو فيرب لونسي، أون لو فيرب لونسي كونجيغي أو بريزون، كونجيغي أو بريزون، غوني لونس، إذا غوني أنه يرمي لو بالون أون أفون، يرمي الكرة إلى الأمام، إذا غوني يرمي الكرة إلى الأمام، غوني لونس لو بالون أون أفون. بور لا كاتخيام فراز، مينا أ مانجي، مينا أ مانجي دي بوم دون لو جاردان، دون لو جاردان. مينا أ مانجي. باغ كونتخ إيسي أون
لوكسيليغ افواغ. ايسي هنا لوكسيليغ افواغ، اذا هنا عندنا لوكسيليغ افواغ، هذا جا كمساعد باش نصرفو معاه لو فيغ مونجي. كما تنشوفو هنا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مونجي، انه ياخذ اكسون ايغي، انه تياخذ في الاخر ديالو او اكسون ايغي، بحال كاع الافعال اللي تتنتهي ب او ار. تنتكلمو على الافعال اللي تتنتمي للمجموعه الاولى تتكون تتنتهي ب او ار، باستثناء طبعا لو فيرب الي. كما قلنا لو فيرب الي عند تصريفه انه يتغير ويتلون ويتشكل، اذا طبعا اخذناه الى المجموعه الثالثه. طبعا الافعال ديال المجموعه الثالثه هما الافعال اللي ما تتقبلوش في المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، تناخذهم من المجموعه الثالثه. اذا هنا عندنا طبعا لو فيرب مانجي، خدينا منه لو بارتيسيباسي الخاص به اللي هو مانجي بهذا الشكل، ثم اسبقناه بلوكسيليغ افواغ، فحصلنا على لو باسي كومبوزي. طبعا لوكسيليغ افواغ في البريزون، الا كان مصرف في زمن اخر غيتغير الزمان الكلي المركب طبعا ديال لو فيرب مانجي. اذا هنا مادام انه في البريزون وعندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، إذن هذا راه لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب مونجي. مينا ا مونجي دي بوم، إذن مينا أن أكلت تفاحات دون لو جاردان في الحديقة. ثم عندنا مامون ني با كونتونت، مامون ني با كونتونت، أمي ليست فرحة. طبعا كونتون كما ذكرنا هنا إلي كونتون، إذن هو فرح، نتكلم عن المذكر، ولكن هنا نتحدث عن مامون كلمة مؤنثة، إذن طبعا سنضيف اه، سنضيف هنا الخاصة بالتأنيث، مامون ني با كونتونت. اي اونفا هنا لا كونجيغيزون دو فيرب اتر او بريزون، اذا نقول جو سوي غون او بيان جو سوي غونت دون لو كاد دو فيمينان، اذا في حالة المؤنث او ماسكولان اون دي جو سوي غون، انا كبير، جو سوي غونت انا كبيرة، تو غون انت كبير، تي غوند انت كبيرة، إلي غون إذن هو كبير، أو نقول إلي غوند هي كبيرة. طبعا لو فيرب إتر ممكن يأتي بعده مجموعة حالات، طبعا هنا تيجي من بعد منو أدجيكتيف، تيجي بعد منو نعت هنا يعني صفة، إذن طبعا هذا فعل في الحقيقة، تنتكلمو على إتر كفعل، لذلك نقول هنا لو فيرب اتر الفعل، كما نقول فعل كان، ولكن كاين حالات كما ذكرنا ممكن ان تكون بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، الفعل بحال اللي عندنا هنا مونجي. اذا قلت مثلا جو سوي مونجي، اذا قلت مثلا جو سوي مونجي يعني انا اكلت، انا اكلت. طبعا في العاده نصرف لو فيرب مونجي مع افواغ حتى نوضح بأن الفاعل أنه أكل شيئا آخر وليس هو الذي أكل. إذا عندما نقول جو سوي مونجي أنا أكلت، تو مونجي أنت أكلت، إذا طبعا عادة نتحدث عن مونجي مصرف مع أفواغ. إذا طبعا ممكن أيضا لو فيرب إتر ممكن يأتي بعده اسم، نقول مثلا جو سوي إليف أنا تلميذ، جو سوي إليف أنا تلميذ، إلى غير ذلك. إذا هناك حالات أخرى ليس فقط هذه الحالة التي عندنا هنا. طبعا هنا نتحدث عن لو سينغولي، لو سينغولي إذا نتكلم عن المفرد، نتكلم عن أنا، أنت، أنت، هو، هي، إذا نتكلم عن المفرد هنا. ثم نتكلم عن الجمع، نحن، أنتم، هم، هن. إذا نقول مثلا نصوم غون، نصوم غون، إذا طبعا نضيف اس الخاصة بالجمع، طبعا نضيف اس الخاصة بالجمع. في حالة المؤنث نقول نصوم غوند، نصوم غوند، نحن كبيرات. عندما تكون هناك بنات أو نساء مثلا يتحدثن ويقولن بأنهن كبيرات، إذا سيقولن مثلا نصوم غوند، نحن كبيرات. أو مثلا نقول عن أشخاص vous êtes grand، vous êtes grand، أنتم كبار. أو نقول vous êtes grande، vous êtes grande.
أنتن كبيرات. نضيف أ للتأنيث ثم نضيف أس للجمع. أ pour le féminin, أس pour le pluriel. Le pluriel. Ensuite on a ils sont grands. Ils sont grands. إذن هم كبيرون. هم كبار. Ils sont grands. هم كبار. طبعا نضيف أس الخاصة بالجمع. فيما تيكون عندنا لو فيرب اتر ديما داكشي اللي تيجي موراه اللي تيجي من بعد منه تيتاثر بلي لو سوجي اللي تيجي من بعد منه تيتاثر بلو سوجي تيتاثر بالفاعل. اذا نقول مثلا ال سون غوند ال سون غوند هن كبيرات. ثم عندنا لا بيش دون لي روشي لا بيش دون لي روشي. طبعا عندنا هذه الكلمات découvrir découvrir. طبعا découvrir ممكن انه ياتي عكس couvrir كما عندنا هنا couvrir ومن كلمه la couverture ومن مثلا كلمه couverture la couverture. اذا نتكلم عن الغطاء او نتكلم عن الغلاف. اذا couvrir المقصود بها غلافه او غطى شيئا. طبعا هنا عندنا ديكوفغيغ المقصود بها كشافة أو اكتشافة. ممكن أن تعني اكتشافة. أحيانا نتحدث مثلا عن لديكوفيرت لديكوفيرت. إذا نتكلم عن الاكتشافات اللي تهمنا هنا أن لو فيرب ديكوفغيغ المقصود به كشافة. ثم عندنا أون أبيرسوا أون أبيرسوا. طبعا هنا عندنا لو فيرب أبيرسوفوار يعني فعل لمح اون ابيرسوا يعني اننا نلمح اننا نرى شيئا كما نقول بسرعه. il court il court. اذا هم يجرون. طبعا هنا عندنا لو فيرب كورير ici on a le verbe courir conjugué au présent le verbe qui vient après on a attraper. اذا عندنا فعل attraper فعل قبض على. ensuite on a le mot comment comment كيف comment كيف. tu poses le filet انت تضع الشباك. tu poses le filet انت تضع الشباك. طبعا عندنا هنا لو فيرب poser ici on a le verbe poser conjugué au présent. ensuite on a ils viennent ils viennent. طبعا هم ياتون نتكلم على لو فيرب venir. ensuite on a le crabe لو كراب. اذا نتكلم عن السلطعون نتكلم عن الكرابة. اذا نتكلم عن السلطعون اون كريون اون كريون صارخا. طبعا هنا عندنا لو بارتيسي بريزون ديال لو فيرب كريي. طبعا عندما نضيف له هاد اون اذا نتكلم عن لو جيرونديف. اذا نتكلم عن لو جيرونديف الخاص بلو فيرب كريي. اذا هاد الصيغه تسمى لو جيرونديف الخاص بلو فيرب كريي كريي يعني فعل صراخة. لو فيرب كي فيا ابخي اكروشي كما نقول انك تعلق شيئا انك تجعل شيئا يرتبط بشيء معين اخر. اذا اكروشي جيو بور انا كان عندي خوف. جيو بور جيو بور انا كان عندي خوف. عندما نقول جي بور انا عندي خوف الان جيو بور انا كان عندي خوف. طبعا هذا راه لو بارتيسيپاسي الخاص بلو فيرب افوار لو فيرب افوار. طبعا لو فيرب افوار تيمكن له يتصرف مع لوكسيليير افوار. هذا اوكسيليير وهذا فعل وهذا لو بارتيسيپاسي الخاص بفعل افوار. اذا لو باسي كومبوزي الخاص بيه شنو هو غنصرفو مع افوار في البريزون. اذا نقول جيو tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu. ثم عندنا كلمه peur هذا اسم هذا المقصود بالخوف. اذا انا كان عندي خوف انت كان عندك خوف هو كان عنده خوف الى غير ذلك. ثم عندنا attention انتباه او حذاري. اذا attention انتباه او تحذير الى غير ذلك. ثم عندنا il rentre il rentre. اذا هم يدخلون. طبعا هنا عندنا لو فيرب رونتري
يعني فعل دخل أو عاد إلى منزله. إذن طبعا هذه الكلمات وهذه الأفعال سنراها مع هذه الفقرات. إذن كما عندنا هنا في الفقرة الأولى La mer s'est retirée. En découvrant les rochers de la plage, en découvrant les rochers de la plage, Michel et Jeanne s'en vont à la pêche dans les rochers. Jeanne a emporté un filet attaché au bout d'un grand bâton. Dans les trous, l'eau de la mer est restée. On y aperçoit des crabes qui courent au fond de l'eau et des crevettes grises. Et des crevettes grises. إذن la mer s'est retirée. إذن البحر تراجع. S'est retirée. أنه سحب نفسه. طبعا نتكلم على الفيرب retirer يعني فعل سحب. إذن la mer s'est retirée. البحر أنه سحب نفسه إن صح التعبير. المقصود بأنه تراجع. La mer s'est retirée. كما تنعرف بأن لي فيرب خونومينو الأفعال الضميرية إن صح التعبير بحال الفيرب se retirer. طبعا في الأزمنة المركبة كما تنعرف بأن الأزمنة المركبة أنها تتصرف مع أوكسيليير يا أتر أو أفواغ، ولكن كما ذكرنا الآن بأن الأفعال لتنسميها لي فيرب خونومينو لتتكون عندها سو، هاد الأفعال في الأزمنة المركبة تكون عندها خيار واحد أنها تتصرف مع أتر ما تتصرفش مع أفواغ. مثلا هنا كمثال في لو باسي كومبوزي الخاص بلو فيرب سو روتيغي، طبعا كما تنعرفوا بان لو باسي كومبوزي سي تان طون كومبوزي. اذا كما تنشوفوا هنا بان هاد الفعل مصرف مع اتر اتر في البريزون، نقول جو سوي تي ايلي. اذا عندنا هاد اي لا مير سي روتيغي. في الاصل عندنا لا مير سو، اذا هاد سو هي ديال سو روتيغي. إذن هاد أ تتحذف لأن أي أن مبدوء بإنفويال مبدوء بصوتي. لا مير سي روتيغي، إذن البحر أنه سحب نفسه المقصود بأنه انسحب. أون ديكوفرون لي روش دو لا بلاج، إذن عندما انسحب البحر إلى الخلف في حالة الجزر أون ديكوفرون كاشفا. كاشفا عن ماذا؟ كاشفا عن ماذا؟ لي روش كاشفا عن الصخور التي كانت داخل الماء عندما كان في حالة المد. إذن on découvre les rochers de la plage كاشفا عن صخور الشاطئ. إذن طبعا في الشاطئ هناك صخور، ولكن عندما يكون هناك مد أننا لا نراها لأن الماء يغطيها، ولكن عندما يتراجع البحر إذن فتظهر هاد الصخور. La mer s'est retirée. En découvrant les rochers de la plage, Michel et Jeanne s'en vont à la pêche dans les rochers. Michel et Jeanne, إذن هاد الطفلان s'en vont. أنهم ذهبوا. هنا عندنا لو فيرب s'en aller. عندنا هنا لو فيرب s'en aller. ما عندناش لو فيرب aller. عندنا لو فيرب s'en aller. هاد الفعل تتكون عنده هاد الصيغة بهذا الشكل. كما تلاحظوا بأنها خاصية. خاصة بهذا الفعل بوحده. اللي هو الفيرب الي. اذا نقول سون الي هذا فعل هكذا. اذا المقصود به انك تترك واحد المكان ثم تذهب في اتجاه معين، تترك مكانا لتنتقل او لتذهب في اتجاه معين. اذا نتكلم على الفيرب سون الي، انك تختفي تذهب من مكان معين حتى تختفي مثلا. اذا نتكلم ايضا على الفيرب سون الي. طبعا عنده معاني اخرى قريبة من هاد المعاني. ميشيل اي جان سون فون ا لا بيش، انهم ذهبوا الى الصيد، طبعا نتكلم عن صيد البحر، دون لي غوشي في الصخور. اذا هم ذهبوا الى هذه الصخور التي ظهرت بمجرد تراجع مياه البحر. اذا هم ذهبوا الى هذه الصخور لكي يصطادوا فيها. ميشيل اي جان سون فون ا لا بيش دون لي غوشي. ثم عندنا جين أ أمبورتي أن فيلي. جين أنه أمبورتي أنه جلب أن فيلي، أنه جلب شباك. جين أ أمبورتي، طبعا هنا عندنا لو فيرب أمبورتي، بالأحرى عندنا لو بارتيسيباسي دو فيرب أمبورتي.
conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors là, on a le passé composé du verbe emporter. جين a emporté. إذن جين أنه جلب un filet. جلب شباكا. attaché. إذن هو مربوط. هذا الشباك أنه مربوط. طبعا عندنا الـ verb attaché. نقول عن هذا الشباك بأنه attaché. attaché. أنها مرتبطة أوبو يعني في نهاية أو على جانب دان غون باتو اللي عصا كبيرة. إذا نتكلم عن شباك مربوط في نهاية عصا كبيرة أتاشي أوبو. هذا الشباك أنه مربوط أوبو كما نقول على جانب أو في نهاية دان غون باتو يعني في نهاية عصا كبيرة. دون لي ترو. إذا في الثقوب نتكلم عن الثقوب الموجودة في الصخور. دون لي ترو في الثقوب أو في الحفر. إذا نتكلم عن الحفر الموجودة في الصخور. ماذا يوجد هناك في هذا الحفر؟ لو دو لا مير إغيستي. ماء البحر يبقى. هو يبقى. إذا ماء البحر هو يبقى. المقصود بأن مياه البحر عند انسحاب البحر، عند تراجع مياه البحر إلى الخلف في حالة الجزر، إذا تبقى هناك حفار وثقوب في الصخور وتبقى مليئة بالماء. إذا دون لي ترو في الثقوب أو في الحفر نسمى لي ترو. كما تلاحظوا عندنا اس الخاصة بالجمع. لو دو لا مير اغيستي. ماء البحر اغيستي. طبعا لو فيرب اغيستي يعني فعل بقية. كما تنشوفوا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اغيستي، ثم عندنا اتر. اذا اكيد انه سيتاثر بالفاعل. طبعا الفاعل اللي عندنا هنا هو لو. لو هو الذي سيبقى. طبعا كلمة او هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. إذا لو دو لا مير إغيستي، إذا ماء البحر أنه يبقى، كما نقول بأنها بقيت، لذلك نضيف هاد أو الخاصة بالتأنيث. أون أبيرسوا أننا نلمح فيها، فيها شنو هي؟ فيها هي هاد إكغيك. في الأصل نقول أون أبيرسوا، أون أبيرسوا، يعني أننا نلمح. أون أبيرسوا أننا نلمح. طبعا هنا ici on a le verbe apercevoir conjugué au présent. نقول مثلا j'aperçois, tu aperçois, il aperçoit, nous apercevons, vous apercevez, ils aperçoivent, ils aperçoivent. هم يلمحون. إذن هنا on y aperçoit. أننا نلمح فيها. فيها هي Y. نلمح في الصخور أو في الثقوب. نلمح فيها ماذا؟ دي كراب. نلمح فيها سلطعونات كما ذكرنا. لو كراب نتكلم عن السلطعون، نتكلم عن نوع من حيوانات البحر ذات القشريات الصلبة. اوني ابيرسوا دي كراب. اذا نلمح فيها سلطعون. كيكور او فوندولو التي تجري. كما نتكلم عن مجموعة حيوانات أنها تجري. كيكور أو فون التي تجري في قعر. أو فون دولو أن تجري في قعر الماء. تجري في قعر الماء. إدي كروفيت غريز. كروفيت إذا نتكلم عن الكروفيت. هناك من يسميه الجمبري. إذا نتكلم عن الكروفيت. كروفيت غريز. إذا نتكلم عن كروفيت رمادي اللون غريز. إذن كما قلنا لما سيغو تيغي on découvre les rochers de la plage. ميشيل et Jean sont à la pêche dans les rochers. Jean a emporté un filet attaché au bout d'un grand bâton. Dans les trous l'eau de la mer est restée. On y aperçoit des crabes qui courent au fond de l'eau et des crevettes grises. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.